منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا وإليكم أبرز العناوين. الوزير الأول يؤكد التزام الدولة بضمان إنتاج الدواء من المواد الصيدلانية ضمانا للأمن الصحي، وشركات منتجة ناجحة تسهم في تغطية احتياجات البلاد من المواد الحيوية. مجموعة والمواطنة الجالية الجزائرية المقيمة بليون فرنسية ضمن تكتل المسار الجديد تؤكد التزامها بالمشاركة في المسار الديمقراطي لبناء جزائر جديدة. تجسيداً لقيم التضامن، تسليم 5000 جرعة من لقاح فيروس كورونا للاجئين الصحراويين بالمخيمات. وتحسباً للشهر الفضيل شهر رمضان، المدير العام للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان يشرفه على إطلاق الطبعة 10 لتاج القرآن الكريم وبرنامج هادي الأرواح. تفاصيل النشر، أهلاً بكم. بداية إذن، وفي إطار تحقيق الأمن الصحي وتقليص فاتورة الاستيراد، أشرف أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد على اختتام ملتقى الصناعة الصيدلانية استراتيجية وتحديات، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور مستشار رئيس الجمهورية وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن بحمد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة و 187 طبيبا مختصا وأزيد من 500 مشارك و 25 عارضا. وبالمناسبة، أكد الوزير الأول أن مسعى الإصلاح الذي تبناه رئيس الجمهورية يأتي انطلاقاً من حرصه على ضمان حق العلاج للجزائريين وتكييف المنظومة الصحية الجزائرية مع التحديات الدولية. إن مسعى الإصلاح الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية منذ بداية عهدته الرئاسية يأتي انطلاقاً من حرصه على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف منظومتنا في هذا المجال لمواكبة التحديات في الصعيدين الوطني والدولي. ومن بين الإجراءات الملموسة الأولى التي أقرها السيد رئيس الجمهورية يجدر ذكر إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي كلفت بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق من أجل وضع سياسة عمومية تهدف إلى الوصول إلى منظومة صحية حديثة متطورة بكل أبعادها. إن الصناعة الصيدلانية تعتبر محوراً أساسياً في برنامج السيد الرئيس وفي مخطط عمل الحكومة، وما إنشاء وزارة للصناعة الصيدلانية إلا ترجمة لهذه الإرادة، بحيث كلفت هذه الوزارة بتوفير جميع الوسائل والإمكانيات اللازمة لإزالة كل العراقيل البيروقراطية وتحرير المبادرة من أجل بروز صناعة صيدلانية وطنية حقيقية. الوزير الأول أوضح أن الحكومة تمكنت من تسيير الوضعية الصحية ببراغماتية وعقلانية كبيرة، وأن الدولة اتخذت إجراءات سمحت بإنقاذ العديد من الأرواح البشرية وسمحت لقطاع الصحة بالتصدي لجائحة كورونا، مبرزاً عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات من أجل تطوير صناعة صيدلانية حقيقية. إن الحكومة رغم الأزمة الصحية التي كان أثرها قويا على جميع القطاعات الاقتصادية، قد تمكنت من تسيير الوضعية ببراغماتية وعقلانية كبيرة، وستظل مستمرة على هذا النهج حتى نهاية الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة الصحية على اقتصادنا ومجتمعنا. إن التواصل المنحد التنازلي لعدد الإصابات وكذا نوعية التكفل بالمصابين لدليل ملموس على فعالية المقاربة التي انتهجتها الحكومة
تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته. يجب أن يندرج إصلاح المنظومة الصحية ضمن مقاربة شاملة وتشاركية تساهم فيها كل مكونات أسرة القطاع وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الإصلاح يتطلب أيضاً تنسيقاً مكثفاً ودائماً بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية، حيث يعد هذا التماسك شرطاً أساسياً لبناء منظومة صحية عصرية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المتزايدة للمواطنين على الخدمات الصحية وبالنوعية اللازمة. وفي الأخير، أؤكد لكم عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير صناعة صيدلانية حقيقية من شأنها المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من عبئها على ميزانية مدفوعات من جهة، وضمان الأمن الصحي لمواطنينا من جهة أخرى. الوزير الأول طاف بمختلف أجنحة المعرض الذي نظم على هامش الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث أكد لدى لقائه عدداً من الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية. أكد التزام الحكومة بوضع الأحكام التنظيمية والإجرائية وتوفير كافة الإمكانيات للمحافظة على الاقتصاد الوطني. J'ai essentiellement de délivrer les décisions d'enregistrement des produits pharmaceutiques, mais aussi des décisions d'homologation des dispositifs médicaux et le contrôle de qualité des produits importés, que ce soit des produits pharmaceutiques ou les dispositifs médicaux. إطارات وكفاءات يعني برهنت على قدراتها، وأنتم المحرك الأساسي لاستراتيجية الصناعة الصيدلانية في البلاد إن شاء الله. واش تعبنا عليهم اللي ماسكين. يعطيكم الصحة. أنا كنت مامن باللي عندنا قدرات باش نديروا الكمامات هذه. في البداية كشفتوا كنا طائرات وها طالعة مي كنا هاوي مع سيد الوزير كنا نتكلموا، وسيد رئيس الجمهورية يقول قادرين المؤسسات الوطنية قادرة باش نخدموا هاد باش نصنعوا هذه وغير ذلك PCR ماسك وإن شاء الله من بعد الفاكسان إن شاء الله. إيه وهذا هو الدليل الحمد لله. الأزمة تلد الهمة. الأزمة نتاعنا خلاتنا الآن لازمنا نبنيو نسق صحي وصناعة صيدلانية حقيقية ووطنية باش نتفادى الأزمات اللي ممكن تجي في المستقبل. دونك هذه الأزمة هذه خلاتنا نفهم باللي عندنا قدرات، عندنا كفاءات، عندنا إمكانيات الحمد لله، وبالتالي لازم الآن نوجدوا رواحنا لمستقبل آخر. الحمد لله. شكرا. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. شكرا. الترفيات. ميرسي برافي. شكرا. ولتنظيم مسار صناعة الأدوية في الجزائر، نصبت أمس لجنة الخبراء العياديين بثلاثية الأطباء المختصين الصيادلة والمستثمرين المكلفين بالفصل في فعالية وسلامة المنتجات الصيدلانية المطروحة في السوق الجزائرية، المتابعة لبريز جلمدة. تنصيب لجنة الخبراء العياديين الذين سيسهرون على مراقبة ومنح التراخيص لإنتاج الأدوية هي أهم مخرجات هذا اللقاء. شركة خاصة في إنتاج الكواشف، كواشف الموجهة إلى المخابر الطبية. من بين الكواشف اللي نخدموهم كاين سبيساليتي دو بيوشيمي دي مينو إيماتو الجروباج فينوتيباج بلوس ليماتولوجي. كنا في الامبورتاسيون من 2012 حتى 2017، من بعد انتقلنا في لا برودكشن. شركه متخصصه في انتاج المستلزمات الطبيه، ننتجوا كل ما يخص اقنعه جراحيه، اقنعه للوقايه
جل أنتيسيبتيك أوسي، هي اللي عندها الطاقة الإنتاجية الكبيرة كاع في الإنتاج المستلزمات الطبية. ساهمنا في حد من انتشار الكوفيد. كل الأدوية تخضع لنفس المقاييس الجودة كلها، سواء كانت أصلية أو جديسة. الدواء الجديس إذا كان لا 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 ينريبون با المعايير الجودة مش ممكن يكون متداول في السوق. لجنة الخبراء بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ستكون الضابطة لسوق الدواء مستقبلا. رايحة تعاون الأجنس يعني في معالجة الملفات الخاصة بالأدوية التي أصحابها الشركات أو المخابر التي تطلب اعتمادها في الجزائر. عمل قطاعنا على وضع منظومة مبنية على أسس متينة متمثلة في إصلاحات جذرية من خلال مراجعة النطاق التشريعي والتنظيمي لتمكين تفتح مجال صناعة صيدلانية قصد معالجة كل الاختلالات من أجل تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي في هذا القطاع. الصناعة الدوائية في الجزائر ميدان خصب وواعد الاستثمار، خاصة بعد الوضعية الوبائية التي شهدها العالم. شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمر بن حيمر في حوار مع الموقع الإلكتروني عربي باست، شدد على أن دعم الجزائر للقضايا العادلة موقف ثابت ولن يخضع لأي ابتزاز أو ضغوط مهما كان مصدرها، مؤكدا أن رفض الجزائر للتطبيع مبدأ سيادي وأن الجزائر لا تساوم بالقضايا المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمها التام والواضح للقضية الصحراوية. الوزير ذكر بأن الجزائر لم تكن المتسببة في غلق حدودها مع المغرب، مشددا أنه لا يكفي أن يطالب مسؤولو المملكة بفتح الحدود، بل عليهم إبداء حسن النوايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاعتداءات والجرائم الموجهة ضد الجزائر عبر المنافذ الحدودية وفي مقدمتها تهريب الأسلحة والمخدرات. الناطق الرسمي للحكومة أكد مواصلة مختلف التدابير المندرجة ضمن مسار تلبية مطالب الحراك الشعبي على شتى الأصعدة، مبرزا تسجيل تجاوزات خطيرة لا علاقة لها بالمطالب التي انطلق من أجلها الحراك، مشددا على وقوف الدولة بالمرصاد في وجه كل التلاعبات والأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية. بالحيمر أشار إلى أن مختلف التجارب التي مرت بها الجزائر أثبتت أنه لا أحد يستطيع زعزعة العلاقة الصلبة بين الجيش والأمة ولا بينه وبين باقي المؤسسات كرئاسة الجمهورية، كما صرح أنه ورغم العدد الهائل للراغبين في خوض غمار الانتخابات التشريعية إلى أننا وتكريسا لقواعد اللعبة الديمقراطية فإننا نحترم قرار وحرية الأحزاب التي صرحت على قلتها بعدم المشاركة. في إطار التضامن مع الشعب الصحراوي للوقاية من جائحة كورونا، حل أول أمس وفد من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث تم تسليم الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. المتابعة لعمار تواجين. هي الشحنة الأولى من اللقاحات ضد فيروس كورونا والتي تم تسليمها لوزارة الصحة الصحراوية بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. في إطار يعني هذا التضامن تم استلام يعني من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للسيدة الوزيرة على مستوى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كمية من اللقاح اللي راح تسمح بانطلاق، وكان فيه وشفنا بلي كان اليوم انطلاق الرسمي للحملة التلقيح على مستوى يعني المخيمات إن شاء الله، لتباشر بعدها عملية التلقيح على الأطقم الطبية الصحراوية. هذه المرافقة كانت يعني منذ البداية من خلال التنسيق من خلال اللجنة المشتركة، لكن مع الجهات الوصية
ولله الحمد اليوم كانت الانطلاقة لأول دفعة للتلقيح لفائدة المواطنين الصحراويين. من خلال هياكل الصحة ستكون لها أهمية بالغة لأنها جزء من الوقاية. ولتتواصل عديد العمليات التضامنية مع الشعب الصحراوي منذ بداية الجائحة. وفي لقاء جهوي لفيدراليات المجتمع المدني بمستغانم تأكيد على ضرورة المشاركة في التغيير الحقيقي لبناء دولة قوية. اللقاء حضره مستشار ورئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه بن رمضان، وعن تلفزيون أبو بكر منصوري. مساهمة المجتمع المدني في تقوية الجبهة الوطنية وتتمين القدرات الشبانية وجعلها قوة اقتراح لبناء جزائر جديدة هو محور اللقاء التشاوري الذي جمع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج نزيه بن رمضان مع الجمعيات النشطة بولاية مستغانم. المداخلة مست كل الجهات والنقاط الهامة سواء في الاقتصاد أو في المجال الاجتماعي وكذلك المجال السياسي وعدة مجالات. دور الشباب في المجتمع المدني، حيث يعد هذا الشباب هو الحليف الأول في استقامة الدولة الجزائرية. أما اليوم وبفضل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حرر المجتمع المدني من هذه القبضة وجعله كشريك وحليف استراتيجي في التنمية المحلية. نوجه رسالتي أن تكاتف الجهود للمجتمع المدني في الولاية، وخاصة نحن على أبواب شهر رمضان. مستشار رئيس الجمهورية نزيه بن رمضان أشاد بالدور الفعال الذي لعبه المجتمع المدني خلال الأزمة الصحية، معتبره شريكا حقيقيا لمؤسسات الدولة. ولأن الحدث يحتاج إلى توثيق، تم تكريم شخصيات برزت في العمل التطوعي في ولاية مستغانم. وبالمركز الدولي للشباب سيد فرج بالعاصمة أشرف أمس وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة المنسق المقيم لهيئة الأمم المتحدة بالجزائر، أشرف على انطلاق برنامج وطني للتكوين وتعزيز قدرات إطارات ومربي الشباب، وذلك في إطار المخطط الوطني للشباب 2020-2024. أشرف أمس أحمد بن صبان المدير العام للتلفزيون الجزائري على إطلاق الطبعة 10 لتاج القرآن الكريم بالمعهد العالي للفندقة لتنطلق البرايمات ابتداء من يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى مسابقة حادي الأرواح التي ستبث كل يوم ثلاثاء طيلة شهر رمضان الفضيل. والتغطية لعبد القادر بن غنو. سيخضع 24 متنافسا من حفظة القرآن إلى تكوين على أيدي أساتذة متخصصين في النحو وأساليب الإلقاء، لتبدأ العروض المباشرة في الطبعة 10 من حصة تاج القرآن في أول جمعة من رمضان. بإذن الله نأمل أن تكون طبعة مميزة رغم كورونا، وإن شاء الله نسأل الله توفيق والسداد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاستفادة من المشايخ في هذا المعهد. ينقسم البرنامج إلى شكلين أو شقين، شق خاص بالبرايميت وشق ثاني بالمدرسة، لأن مهم جدا أن الطلبة هؤلاء الذين يتنافسون على المراتب الأولى عندما يأتون فهم مادة خام، وتسقل هذه المادة من خلال هذه المدرسة التي وفرنا فيها أساتذة ومختصين. إضافة إلى انطلاق معهد حادي الأرواح الذي يضم 12 متسابقا. إذا كان واحد يشكر فهو أنتم، شكرا أنكم ستعيدون إلى ما نجب أن نكون عليه، إلى المسلم الحقيقي الذي يحيا ويعيش بالقرآن ومن أجل القرآن. تتزاحم التيجان في أعتابه. بالتوفيق للجميع. في موضوع آخر، أكدت مجموعة المواطنة للجالية الجزائرية المقيمة بليون فرنسية ضمن تكتل المسار الجديد التزامها بالمشاركة في المسار الديمقراطي، معبرة عن استعدادها وتجندها لخدمة الجزائر ومشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة وإسهامها في التحسيس من أجل مشاركة واسعة للجالية. التغطية لعفاف بالهشات والتقرير لحمزة أحمد بن قسام.
مبادرة جديدة لمجموعة إطارات الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة ليون أبدت استعدادها للمساهمة في خدمة الجزائر أكثر من أي وقت مضى والمساهمة في المسار الديمقراطي الذي تشهده. الجزائر تشهد انتعاشا في مسارها السياسي، ونحن كإطارات الجالية الجزائرية نبدي استعدادنا للمساهمة في هذا المسار، خاصة بعدما أبداه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من عزم لبناء الجزائر الجديدة، جزائر تجمع كل الجزائريين. عشرات الإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج أكدوا أن الجزائر الجديدة بحاجة إلى كل أبنائها، معبرين عن إصرارهم في المشاركة في التشريعيات القادمة من أجل تمثيل فعال في المجلس الشعبي الوطني. من أجل الجزائر علينا المساهمة بقوة في التشريعيات القادمة. نتمنى أن تكون الجالية حاضرة بقوة باقتراحاتها لتطوير البلد وتكون جسر تواصل. ننتظر الكثير من الانتخابات ونحلم بأن تعود الجزائر إلى قيمها. الأجيال الجديدة تنتظر الكثير. نحن هنا لمساعدة الشباب الصاعد من أجل الجزائر. نحمل الجزائر في قلوبنا، نزورها باستمرار وارتباطنا بها قوي. باعتبارنا شباب أعضاء في تكتل المسار الجديد، نحن فخورون بتمثيل الجزائر ونتمنى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة. هذا اللقاء المنظم من قبل تكتل المسار الجديد يهدف بالأساس إلى دعم المسار الديمقراطي بالجزائر والتحسيس بأهمية المشاركة في التشريعيات القادمة لدى جاليتنا المقيمة بالخارج. ومنتدى صوت الشباب فضاء آخر يضم مختلف الطاقات الشبانية لإبراز إمكانياتها لإحداث التغيير الإيجابي الذي يخدم مصلحة المجتمع في مختلف المجالات. المنتدى أطلق أمس وبادر بتأسيسه قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية. صحياً، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، هذا فيما تمثل للشفاء 100 ومريض واحد. فندت اللجنة الوطنية لعمال الجمارك أمس في بيان لها فحوى الإشعار بإضراب أعواني الجمارك الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متبرئة من هذا الإشعار الكاذب والمجهول المصدر. أكدت اللجنة أنها ترفض بشدة أي أسلوب عدا الحوار الشفاف، وأنه لا توجد أبواب مغلقة أمام مطالب الموظفين. دوليا، وفي ملف الصحرائية الغربية دعا تجمع المواطنين للجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية الأمم المتحدة إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها لوضع حد للإفلات من العقاب وعناد وتعنت المحتل المغربي الذي يعيق أي تقدم نحو الحل السلمي ويمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا فيما استنكر الحزب الشيوعي الفرنسي فتح حزب الجمهورية إلى الأمام لفرع في مدينة الدخلة الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، معربا عن ثبات موقفه في دعم شعبه الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليزاريو. من جهتها عبرت ممثلية جبهة البوليزاريو بفرنسا عن رفضها القاطع لما أقدم عليه الحزب الحاكم الفرنسي الجمهورية إلى الأمام، معتبرة الخطوة انتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية. من جهة أخرى أشاد ممثل جبهة البوليزاريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير برفض الاتحاد الأوروبي ضم الصحراء الغربية المحتلة ضمن اتفاقية أنترباس الخاصة بالنقل البري العمومي، معتبرا ذلك تطورا مثيرا للاهتمام حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.
اعتبرت لجنة حقوق الإنسان لمغاربة العالم بأمريكا الشمالية الوضع الحقوقي بالمغرب مقلقا، مستنكرة تقييد الحقوق الفردية والجماعية وتدهور أوضاع المعتقلين السياسيين أو معتقلي الرأي بمن فيهم فاعلون حقوقيون وصحفيون ومدونون. وفي دولياتنا أيضا الأرض تهتز، في أندونيسيا وفي إيران أجهزة جديدة لتخصيب اليورانيوم، وفي مصر اكتشاف مدارية أثرية بالأقصر، محطة إخبارية موجزة مع هدى العمري. دشنت إيران رسميا أجهزة متطورة للطرد المركزية بمحطة ناتانز. المحطة تعمل على تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر. الخطوة الإيرانية لقيت تنديداً من قبل القوى الغربية الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، معتبرة إياها بالمخالفة لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق. هلك ما لا يقل عن 7 أشخاص في زلزال ضرب قبالة سواحل جزيرة جاوا الأندونيسية بقوة 6 درجات على سلم ريشتر. وقد حدد مركز الزلزال على عمق 82 كيلومترا وعلى بعد حوالي 45 كيلومترا جنوبي غرب مالونغ في جاوا الشرقية. هذا وتشهد أندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على ما يسمى حزام النار في المحيط الهادي. اكتشاف جديد لمدينة مفقودة تحت الرمال في الأقصر والتي كانت تسمى صعود أتون، ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحوتب الثالث، واستمر بعده استخدامها من قبل الملك توت عن آمون. وكانت أعمال التنقيب قد بدأت في سبتمبر 2020، حيث بدأت تظهر في غضون أسابيع تشكيلات من الطوب اللين وغرف مليئة بأدوات الحياة اليومية كالأفران وأواني التخزين الفخارية. بالعودة إلى أخبارنا الوطنية، وفي أخبار الرياضة تمكنت مولودية الجزائر من التأهل للدور الربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، هذا بعد تعادلها أمس أمام الترجي التونسي بنتيجة هدف لهدف بملعب ريتس بتونس لحساب الجولة 6 والأخيرة للمجموعات 4. فألف مبروك لممثلي الجزائر. بذا نختم مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة والسلام عليكم.